ها هو الوعد يتحقق بصدور المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان. هذا الإنجاز التاريخي بامتياز سيكون من دون شك فاتحة عهد جديد على الساحة الفنية والثقافية الجزائرية، وعليه نلتقي اليوم لنسلط الضوء على أهم المكتسبات والامتيازات التي جاء بها هذا القانون الأساسي، والذي يحتاج إلى توضيحات تبسط فحواه إلى كل الفنانين والمهتمين من كل ربوع الوطن.